وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الكثيري، مدير الإدارة التنظيمية للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت. أهلا بك معنا سيد محمد في هذه النشرة. في البداية، كيف تابعتم بيان شباب الغضب بشأن رحيل المنطقة العسكرية الأولى وما تمارسه من انتهاكات بحقهم؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين كافة. بالنسبة لبيان شباب الغضب، هذا بيان طبيعي وبيان في موقعه، وحيث ان الشباب الغضب يعني عزموا على التصعيد والمطالبة برحيل هذه القوات الجاثمة على صدورنا في وادي حضرموت. وادي حضرموت التي أصبح ينوي يرزح تحت هذه القوات المحتلة لوادي حضرموت في نهب خيراته وثرواته. هذا المطالب الشعبية التي تبناها هؤلاء الشباب الشجعان، هؤلاء الشباب الأبطال، دفاعا عن حقوقهم، عن حقوق كل شعب أبناء حضرموت. وكل أبناء حضرموت مع هؤلاء الشباب ومع هذه المطالب السلمية التي يطالبون بها، وتصعيد مستمر معهم في هذا المجال، وتصعيد بالأطر السلمية وبالأطر التي كفلتها القوانين والشرائع السماوية، وكل واحد كل يعني يطالب بحقه في هذا المجال، وليس مكفولا على شخص أو لآخر، بل كل أبناء حضرموت الآن قاطبة يطالبون بكل مناسباتهم، حتى مناسباتهم الاجتماعية، المناسباتهم الخاصة، يطالبون برحيل هذه المنطقة. ولكن هذه الدعوات أبناء حضرموت لحد الآن يعني لم تلقى آذانا صاغية من مجلس القيادة الرئاسي ولا دول التحالف. هذا إن شاء الله سيتم الاستمرار في التصعيد، والتصعيد أكثر وأكثر إلى أن ينالوا حقوقهم أبناء حضرموت كافة، وإحلال قوات من أبناء حضرموت لحماية الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت كافة. طيب نعم. طيب سيد محمد، مرت عدة أشهر على هذا الغليان الشعبي والمستمر في حضرموت التي تطالب برحيل هذه القوات المنطقة العسكرية الأولى من أرض. في البداية هنا، كيف تفسرون هذا الإصرار من أبناء حضرموت؟ أقصد هنا من ناحية الوعي على تنفيذ مطالبهم، وفي المقابل هناك تجاهل لهذه المطالب. بالنسبة لأبناء حضرموت زي ما قلت لك وأسلفت في سابق، هو يعني مطالبين بإصرار وعندهم قوة تحمل وعندهم قوة صبر قوية جدا، ولكن هذا التحمل إن شاء الله يعني لا نريد أن يخرج خارج السيطرة ويصير إلى ما الأوضاع تنقلب إلى ما تحمد عقباه. نحن مطالب السلمية، وسيظل السلمي، وسيظل التصعيد والاستمرار في التصعيد والطرق الأشياء، ونطالب القوى في الدولة، في الشرعية، في كل الجهات الرسمية والمحلية على المستوى الأدنى والأعلى، ودول التحالف أن تنظر إلى هذا المطالب، أن تنظر إلى هذا الشعب، أن تنظر إلى هذا المواطن الذي بات يئن تحت بطحة هذه القوات التي تسرح وتمرح، ليس لحفاظا على أمن حضرموت كما يدعون، إنما حفاظا على أمنهم وارتزاقهم وتسيير أو تأمين قواطر الشحن المهربة التي تنقل السلاح إلى قوات الحوثي. طيب في هذه النقطة سيد محمد، ما مدى التنسيق بين قوات المنطقة العسكرية الأولى والتنظيمات الإرهابية سواء من ميليشيات حوثية أو إخوان في تهريب الأسلحة، حسب ما ذكر أو ما ذكره بيان شباب الغضب الأخير؟ بالنسبة للتنسيق هذا يعني تنسيق على مستوى عالي جدا، وأبناء المنطقة العسكرية الأولى هم يمثلون أبناء الشمال، وأبناء الشمال في هذا المنطقة هم انتماءاتهم الفكرية وانتماءاتهم العقائدية ينتمون إلى هذا
المنظمات سواء الميليشيات الحوثية أو المنظمات الإرهابية الإصلاحية الإخوانية، هذه كلها هذه تأطيراتهم وكل هذه تنسيقاتهم في ما يصب لمصلحتهم الخاصة وفيما يصب لمصلحة تأمين مصالحهم للعمل على أكثر بتنسيق قوي جدا للحلول حلول دون الطلوع من وادي حضرموت، ومزيدا من النهب ومزيدا من السطو في هذا المحافظة ومزيدا من تمرير هذه الأسلحة التي تمر جهارا نهارا أمام هذا النقاط كلها، وزي ما حصل في قبل يومين في الشاحنتين التي ألقت القبض عليها قوات الأمن، قوات الأمن من أبناء حضرموت. تخيل يعني مرت على أكثر من 20 نقطة عسكرية من المنطقة الأولى ولم تفتشها ولم تعترضها ولم يصلها بها أي شيء، بل قامت بتيسيرها وتيسير مرورها، وعندما اكتشفوها في منطقة في نقطة الأمن أخذوا وصالوا وجالوا أن نحن لابد أن اللي نقوم بهذا الحماية أو التفتيش نحن أحد. طيب ما هي عبرت عليكم كل هذا النقاط، ليش ما فتشتوها؟ وهم يريدون أن يغطوا على هذا فعلتهم الشنيعة جدا من أجل تمرير مصالحهم الخاصة. طيب أخيرا سيد محمد، ما هو السيناريو القادم في حال استمرت هذه القوات في بقائها بحضرموت؟ بالنسبة للسيناريو نحن إن شاء الله سيتم هذا الاستمرار بالتصعيد السلمي، وسيصعد الشباب أبناء حضرموت قاطبة في تصعيدهم السلمي إلى أبعد الحدود، ولكن للصبر حدود يقولون، لابد أن يلتفت هذا المسؤولين في الدولة في الشرعية إلى هذا المطالب، إلى هذا الاستحقاقات التي يجب أن يتمتع بها أبناء حضرموت يحفظ أمنهم واستقرارهم. الخيارات مفتوحة للكل، ولكن كل شيء في وقته أفضل ما يكون. نعم، كان معنا عبر الهاتف محمد الكثيري مدير الإدارة التنظيمية للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت، شكرا جزيلا لك.